بالرغم من أن البعض ينظر للصحراء بأنها مكان قاحل تنعدم فيه الحياة، إلا أن الحقيقة غير ذلك، ففيها تنوع طبيعي مذهل، يمزج بين جمال الطبيعة وتنوع الكائنات الحية، التي يجمع بينها الصبر والتحمل والإصرار على التكيف مع ظروف الحياة الصعبة. الصحراء عالم مزدحم من الروعة والجمال. يشعر المرء بأن للحياة وجوها عديدة، من بينها وجه الصحراء الهادئ، ورمالها الناعمة تضفي على هذا الجمال مزيدا من الهيبة والجاذبية، وما يزيد روعتها الكثبان ذات الانسياب المتميز الذي صقلته الريح، وكأنها ريشة فنان مبدع. عند الغروب تنعكس ألوان الشفق وتتمازج مع رمالها وسمائها الصافية، فيظهر اللون الأحمر والبرتقالي بتمازج لا مثيل له، وعندما يحل الظلام، يظهر لمعان نجومها، فمن أراد أن يتأمل جمال السماء ما عليه إلا أن يذهب إلى الصحراء. طبيعة الصحراء فيها أنواع مميزة من النباتات والحيوانات والطيور، التي تتميز بالصبر الذي تفرضه عليها قسوة الأجواء ووعورة بيئتها. فإن النخلة مثلا هي رمز للعطاء والجود والجمال كذلك، أما حيواناتها فهي متأقلمة معها، بل هي وجه مميز فيها، فالجمل مثلا أو كما أطلق عليه العرب اسم سفينة الصحراء، أودع الله فيه الكثير من الأسرار ليتكيف مع طبيعة الصحراء وظروفها. فمن أراد أن يتذوق هذا الجمال على طبيعته، فما عليه إلا أن يذهب إليها ويراها كما هي، شاهدة على كل من مر فيها برمالها الذهبية ونباتاتها الشوكية وحيواناتها وطيورها، حتى الأشخاص الذين يعيشون فيها. فالصحراء عالم قائم بذاته فريد من نوعه، فيه كثير من الأشياء المثيرة للدهشة.